من جانبهم ندد أقارب الضحايا بما اسموه الاستهداف الطائفي الممنهج ضد عشيرة الجنابيين في محافظة بابل، مؤكدين قدومهم من عدة محافظات لنصرة أبناء عمومتهم. إعدامه بنفس الحادث بنفس الجريمة صارت، نطالب بإعدامهم. إحنا شباب، هاي عمامنا هنا بالحصوة مظلومة الشباب. أي جنابي يقتقل، أي جنابي ينضرب، أي جنابي ما يحترم، ما يحرم، ما حد يحترم هنا الجنابيين. واحنا جيناهم عمامهم من بغداد ومن النجف ومن كربلاء المقدسة، وكل احنا مجاهدين.